هذه التحركات سيد رأفت قوبلت بقرار لافت أيضا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد استخدام الجيش للقوة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. هل تذهب الأمور هناك وفي باقي المناطق الفلسطينية المحتلة نحو التصعيد الأوسع على وقع هذه التحركات الفلسطينية قانونيا؟ يعني من الواضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عندما أخذت ظهر واضح وأخذت ضوء أخضر واضح من الإدارة الأمريكية هي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والمؤسسات الدولية، هي ترى نفسها فوق الغيوم، لا ترى شيء، هي تريد أن تطبق ما تريد، هي تريد أن تبطش بالشعب الفلسطيني، ترتكب مجازر ضد الشعب الفلسطيني دون أن يسألها أحد. إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي مارس الكثير من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لم يحاسبه أحد. لهذا السبب تتمادى إسرائيل في إعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولشرطته بمزيد من القتل، بمزيد من البطش. هذا يدلل أن هنالك حكومة إرهابية تقوم بعمليات إرهابية ضد شعب فلسطيني أعزل. هذه منظومة إرهابية، هذه مصنع للإرهاب في الشرق الأوسط. إسرائيل نعم هي مصنع للإرهاب في الشرق الأوسط، إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا الإرهاب الإسرائيلي سيمتد الإرهاب ليصل إلى كافة أبقاع العالم. اعتداء إسرائيل على المجتمع الدولي، اعتداء إسرائيل على المؤسسة الدولية، على مؤسسة حقوق الإنسان، على محكمة الجرائم الدولية، ضربها بعرض الحائط لكل الاتفاقيات واتفاقية جنيف، على رأسها اتفاقية جنيف، هو دليل أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس البلطجة السياسية ضد الشعب الفلسطيني دون أن يعطي اهتمام لا لمؤسسة دولية ولا لمحكمة دولية ولا لأي كان على مستوى دولي أو مستوى إقليمي. هذا يضعنا أمام تساؤل، ماذا ينتظر النظام العربي والنظام الإسلامي في مواجهة إسرائيل؟ إذا كان يعتقد بعض أو إذا كانت تعتقد بعض الأنظمة العربية أن إسرائيل قد تكون حليفا لها في مواجهة إيران، أقول لهم بشكل واضح أن الذي يمارس إرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد أبناء جلدتكم من مسلمين ومسيحيين كعرب لا يمكن أن يكون حليفا لكم. هنا مصنع السلام وهنا مصنع الحرب، المدينة المقدسة هي بوابة الحرب وهي بوابة السلام. هذه معادلة يجب أن يفهمها الكل العربي والكل الإسلامي في مواجهة ما هو أخطر، وهو أن تسيطر إسرائيل ليس فقط على المدينة المقدسة، أن تسيطر إسرائيل على كل العواصم العربية والإسلامية.